السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة البروف العملاق. في الفيديو دوت هشرح إيه هي الصيغ والصور المختلفة لقراءة وكتابة الأعداد الكبيرة، فيلا بينا. مبدئيا إحنا عندنا أربع صيغ مختلفة بنقدر نعبر بيهم عن الأعداد الكبيرة، وهما الصيغة القياسية والصيغة الممتدة والصيغة الكلامية أو اللفظية، وآخر صيغة هي صيغة الوحدات. فتعالوا نشوف بالتفصيل ازاي بنقدر نستخدم كل صيغة من الصيغ ديت. فمثلا لو حبينا نعبر عن العدد اللي قدامك دوت بالصيغ المختلفة، فهيكون اول صيغة هي الصيغة القياسية، واحيانا بنقول عليها الصيغة الرمزية، وهي عبارة عن كتابة العدد بالارقام او الرموز فقط، زي كده 6 مليار و 30 مليون و 409 الف و 217. أما الصيغة اللي بعد كده اللي بنقدر نعبر بيها عن العدد دوت هي الصيغة الممتدة، وهي عبارة عن كتابة العدد في صورة مجموع قيم أرقامه، يعني زي كده 7 زائد 10 زائد 200 زائد 9000 زائد 400 ألف زائد 30 مليون زائد 6 مليار. أما الصيغة اللي بعد كده هي الصيغة الكلامية، وهي عبارة عن كتابة العدد بالكلمات أو الحروف، وبنقدر نقرأه عن طريق تقسيم العدد من اليمين لليسار من خلال أخذ كل 3 أرقام مع بعض زي ما أنت شايف كده، وبعدين بنقرأ العدد من اليسار لليمين، يعني من أكبر خانة لحد أصغر خانة، فيكون عبارة عن 6 مليار و30 مليون و409 ألف و217. أما الصيغة الأخيرة للتعبير عن العدد هي صيغة الوحدات، وهي صيغة مشابهة جدا للصيغة الكلامية وبتكون أسهل منها كمان، وهي عبارة عن كتابة العدد مع ذكر القيمة المكانية لكل مجموعة عددية، زي كده 6 مليار و30 مليون و409 ألف و217. فزي ما شفنا كده إننا بنقدر نعبر عن أي عدد كبير بأربع صيغ مختلفة. ودلوقتي تعالى نشوف إزاي بنقدر من خلال جدول القيمة المكانية نكتب العدد في صيغه المختلفة. يعني مثلا لو كان معانا جدول قيم مكانية زي دوت ومسجل بيه العدد اللي قدامك ده، وعايزين نكتب صيغة مختلفة تعبر عن العدد، فأسهل صيغة نقدر نبتدي بيها هي الصيغة القياسية، واللي هتكون عبارة عن 80 مليار و408 مليون و61 ألف و792. أما الصيغة اللي هنكتبها بعد كده هي صيغة الوحدات، وهي طبعا أسهل بكتير في التعبير عنها بدل من الصيغة الكلامية. فلما نعبر عن العدد ده بصيغة الوحدات هتكون 80 مليار و408 مليون و61 ألف و792. أما الصيغة الأخيرة فهي الصيغة الممتدة، وهتكون بتساوي 2 زائد 90 زائد 700 زائد 1000 زائد 60 ألف زائد 8 مليون زائد 400 مليون زائد 80 مليار. وبكده نكون عرفنا إزاي بنقدر نعبر عن الأعداد الكبيرة بصور وصيغ مختلفة. في النهاية أتمنى أن يكون الشرح كان واضح وبسيط، ولو في أي أسئلة اكتبها لي في التعليقات. أشوفكم على خير، مع السلامة.